الإجراءات الاستثنائية المتخذة للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا ألقت بظلالها على أصحاب العربات ثلاثية العجلات التي تستخدم في نقل المواد الغذائية، حيث يتحدث هؤلاء عن تراجع في مداخلهم اليومية ويعزون السبب إلى الركود الاقتصادي وتراجع عمليات البيع والشراء بأسواق العاصمة، مما انعكس على أوضاعهم المعيشية التي تأثرت بظرفية الحالية. أول من قد السوق هون نقول لك عن ما نقد نقول لك عن الأسعار فيها عنها طالعة من قاوة، فاهم؟ لأنها قاعدة ما هي في الحقيقة حاركة، فاهم؟ ما شفنا البضاعة نعرف ونحن صلن حاركة ذيك الحاركة، احنا هذا نلف جوج بش نمشوا به ونجيبوه، وفي الحقيقة ذاك الليل وركات شهرين والله لهذا عملنا عاد تعبان، عندنا لا نجوا نتموا هنا توقوف، ونحن اللي حركنا لا التجار اللي يشروا كيف من السوق هون ويمشي شور كيف توشونين ودار النعيم وهذا بعض الحياة الشعبية، وفي الحقيقة عاد قاع مات لا وعدهمش. فيما تتفاوت آراء البعض الآخر بشأن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الظرفية الحالية على أصحاب المهن الحرة من محدود الدخل في البلاد. الناس متعايطة قاعدين خلي الشو حتى الحمد لله شاف شوارع مولتان وشاف فسطات هذو اللي مداني من خير مولانا. تعددت آراء ملاك العربات ثلاثية الأرجل والمشتغلون بسوق العاصمة حول تبعات الإجراءات الاحترازية، لكن الثابت أنها خلفت وراءها واقعا يصفونه بالصعب.